يا هلا والله مرحبين، عدنا في حلقة جديدة من لعبة بالرايت. أخرت عليكم أنا آسف، صار عندي مشكلة في اللعبة بعد ما نزلوا لها أبديت. طب نزلوا لها أبديت شوفوا، خلى الكتب شون أشكالها، كل كتاب له رسمته، هذا الصيد، هذا العامل، هذا الطبخ، كده حاطين صورة صحن ومدري وشو، يعني إيش سهلوا علينا موضوع الكتب. وحتى غيروا ألوانها، اللون أزرق هذا اللي أي واحد يقدر يستخدمه، لونه بنفسجي الظاهر اللي لازم يكون ليفله مرة عالي، وفي ظاهر لون ثاني برتقالي، ايوه هذا البرتقالي او بني اذا كان لبلك 7 فوق شيء زي كذا. زبد انه يعني حطوا الوان متعدده حسب الليفل، حسب المتطلبات زي كذا. علم الحلقه هذه نبغى نروح نسوي غاره على مناطق اللي هنا في المستنقعات. 1 2 3 4 اذا قدرنا على واحد نقول يا رب. فبنضطر اننا نمشي انا وجنودي، بنمشي من هنا طق 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 لين نوصل هنا، او ممكن ننزل تحت الطريق اللي تحت اللي عندنا ونوصل عند معسكر قطاع الطرق. اذا وصلنا هناك ان شاء الله راح نبدا نحارب هذول عشان اقدر كل هذا ليه، عشان اجي هنا وابني لي سمونه حق التربه، حق تجميع التربه وحق تجميع الطحالب. ابغى ابني لي هنا مستعمره بسيطه، لازم عند المستنقعات. فلازم نتخلص من معسكر قطاع الطرق عشان ما يقتلون مواطنين كل شوي، ومنها نقوي جيشنا. يب انا الحين صار عندي الجيش اضافه فرقه، عطنا 3 الاكل وجيب لي كل جنودي. المفروض كلهم الان معهم اسلحه ومعهم دروع، انا ظبطتهم خلف الكواليس حتى جمعت النقاط اذا لاحظتوا الفرق، واعطيتهم كلهم اسلحه ودروع. بعضهم نبله ضعيف لاني ما لقيت كتاب يقويهم، ما لقيت كتاب يعطيهم الشيء اللي ينقصهم، مثلا اعطيهم قوه زياده عشان يقدروا يشيلون سيف ودروع، فاعطيتهم اسلحه قديمه. يلا كلكم ورانا، شوفوا يا عيال، كل اللي معاه دروع، كل واحد معاه دروع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب انه راح تكون طلعه بنت لذينه. وفي واحد كتب التعليقات، كل شيء يكتب لي تعليق انه وزع لهم حقيبه البذور، والله الله يعطيك العافيه، وادري انه مره مفيده في التجميع وزي كذا، لكن مشوار صراحه مشوار. يعني يقول انت ما تقدر تعليق الا والله اني اقرب، بس اني عجاز شوي. خلاص اخذتوا اكل كلكم، خليني انا باخذ معي. اوف اللحوم يا عيال، الصيادين شغالين شغل مو طبيعي. عطني لحوم، يعطني لحوم، اخذت كل اللحوم. اوه بتخرب يا عيال، لا دقيقه خليني اكل لي لحمه واحده عشان يسوي ريست. وينها؟ هنا اسوي اخذ لي لحمه، ايوه الحين كلها ما تخرب. يب فمشينا احنا الحين الى منطقتنا اللي بنروح فيها، بنروح لها معون الطريق مع يسار. خلاص الان بنتجه الى المستنقعات، راح يكون طريقنا طويل لكن باذن الله راح نوصل سالمين عادي. لازم نمشي، ما ردنا نمشي. لو في طريقه بس اني اقدر ارسل موظفيني اسرع، يعني فاسترا بالقهر انه ما يودي الموظفين، يوديني لحالي كان احسن، بس يلا مو مشكله نمشي سوا. شوفوا عند الجسر اللي بنروح له راح يكون اول اختبار لنا، لانه مليان قطاع طرق هنا، شوفوا حتى عليه اكس العلامه، دائما هنا يمشون قطاع طرق، فبيكون اول اختبار لنا. المفروض يكونون ضعاف مقارنه بالمعسكر اللي بنروح له او المعسكرات اللي بنروح لها، فبنشوف. على العموم اذا تسطرنا من هناك خيره، معناته لسه ضعاف، مع اني والله شوفوا انا متفائل جدا، بس ينقصني اشتري كتب زياده. رحت اشتري كتب لقيتها مخلصه، ما عندك كتاب القوة، لقيت كتب القوة لكن الليفلات عالية ما اقدر اعطيهم اياها، لسه بدري عليها، فابغى لها بس حبة كذا نلوت لنا كتب قوة من قطاع طرق، نقتلهم وزي كذا بعدين نقوي جيشنا اكثر، اقدر اعطيهم الدروع والسيوف. الحين نصهم عندهم اشياء خشبية كذا، يعني مكس. بس انا اكتشفت ان الدرع لازم، شيء مهم مرة. اللي يعيش اللي ضدنا دروع، انه ماسكين دروع. ايوه هذاك اول قطاع طرق هنا قدامنا، في جروب شخصين او 3. لا تكفى، شوكم طبيتوا علي يا عيال، سحبتوا علي، راحوا للذيب، والله انكم مطانيخ صدق. اوب حتى اللي قدامي ضريك طب عليهم ذيب، لا يا شيخ. اوكي خلصوا منا، ابشركم تعالوا. بعضهم تدمج والله قلة ادب صدق. طبعا انا تعمدت ان نطلع في الصيف عشان نقدر ناكل توت وزي كذا في الطريق. بسم الله، مهارة عندي يا عيال، مهارة عندي قوة. انحاشوا شوفوا في الخريطة، انحاشوا يا زلايم. اوكي يا رب عندك كتاب، عند اسهم اكل، يلا نجيب اكل. ايوه هذول هم جو. بغيت اجيب راس خوي بدل ما اجيب راسهم، جدوهم بس يلا. شو السهولة هذه؟ انا خايف اصيب راس واحد من اخويا بالغلط. والله انكم كفو رجال،
جلدوهم والله كلناهم اكل. ممكن اللوت. ايوه شكرا. يا زينك يا شيخ، هذا كتاب القوه، هذا اللي ابيه، هذا اللي عليه الكلام. والله العظيم يا عيال لو معي، يا الله ليت معي، ما معي، عندي سيف اقدر أعطي، يعني اقدر اعطي احد. هذا مثلا تعال تعال تروح انت شو اسمك، شوف هذا كم ايش عنده، عنده 3 القوه، يعني يقدر ياخذ سيف ذا شبي. لا ما يقدر، السيف يحتاج قوه 4. اجل تعال نعطيه كتاب، صار 4، اقدر الحين اعطيه السيف. سيف اوكي، درع خشبي بس معاه سيف. اقدر اعطيه درع عادي برضو بس ما معي. نائم خليه في البيت ان شاء الله عليك. والله اني متفائل يا عيال، متفائل جدا، متفائل جدا. طبعا الوحيد اللي ما معي الا بو بس كذا. بو عندي اكس، تصدقون عندي درع ده. ما راح استخدمها في الغالب، المشكله اللي ظلمت الدنيا والله، هذه المصيبه. بس شكلنا الحلقه هذه راح يكون فيها ظلام كثير، لان ما في مكان ننام فيه، ما لنا الا نمشي في الليل. ايوه شوف مقطع طرق الخريطه، ممكن ما نقابلهم لكن كان هم جونا الله يحييهم. اصلا في هنا في معسكر تحت، اذكر يتسطروني. تعالوا احتريكم يا شباب. ايه جو، اقسم بالله قوه. ايوه مين جاء؟ قدها القم. وين الثاني؟ طقوه 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 طقوه، انا بتفرج عليكم يا عيال. يقلب القوه جلدوه جلد. بقول لهم يجمعون توت من هنا، احصد توت بالله. ابو في واحد جاء غدر، اوكي جلدوه على طول. يلا احصد احصد توت، جمعوه كلوه، هذا اكلكم اليوم. والله المكان هذا سيء ما فيه توت. المشكله في ناس جايعين. صح نسيت الوت، ابغى كتب، ابغى كتب تكفى. ما في كتاب، اوكي مو مشكله. ايوه هذه منطقه المستنقعات. طيب اتوقع اروح يمين احسن لي. يو في مشروم بعد هنا، حلو كلو كلو كلو. ايوه في ناس هناك شوفونهم بعيد على اليمين طالعين من المخيم، معناته قل عددهم. بسم الله بقدر في الاسهم. اسهمه قويه. هذا راح حق الاسهم، هذا بيموت. فقدنا ناس. قاعد اطلق عليهم اسهم. وخر عن خبي، وخر، هذا قوي مدرع، يخرب ليسه قوي. ما اطلقت على خبي بالغلط. طقوه يا عيال. ايش في هذا القائد حقهم شكله. اعطيته هيت شوت قوي يا عيال. خسرنا احد شكلنا، الظاهر خسرنا احد، والله الظاهر خسرنا احد. طيب وقفوا هناك بالله، واخروا عني شوي، خلنا ناخذ الرفات. ايوه عطني عطني يا عيال. ابشركم طابوا، لكن خسرنا 4 تصدقون، والله خسرنا 4 اشخاص. الحين هذا عنده اكل هنا مره كثير، هل اقدر اقول لهم جمعوه؟ نهب المنطقه. قاموا يلوتون، شوفوا شوفوا، اعطوني عملات معدنيه. تستهبلون يا عيال، يقلعوا بالقوه. عساكم كليتوا، كلوا 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 كلوا، الخير واجد. ينهبون للمنطقه، يقلعوا بالقوه. والله دي نايس. طيب تدرون خلصت من هذول. شوف في ناس هنا قطاع طرق في الطريق، انا ابغى اروح للمخيم هذاك، لكن هذول شكلنا بنضطر نواجههم. مشكله شكلهم اقوياء، خسرنا احنا كثير الحين، ما ودي اخسر زياده بس لازم، شكله لازم. كان في جروب، في يسار ناس، وفي والله المنطقه دي مره ما تنسكن، مليانه قطاع طرق يا عيال، والله مليانين. شوف الخريطه حمراء، صعب اسكنها ذي، حتى لو تخلصت من اللي هنا مره بيكون صعب عيال. والله اني شوفوا انا يعني متفائل فيكم، لكن في نفس الوقت هذول مره قوية. تعالوا من هنا، خلينا نكمل الطريق هذا. والله اللي قدامنا هذول ظهر رايحين للمعسكر اللي قدامنا. في الغالب اذا راحوا هم للمعسكر، في ناس بيطلعون من المعسكر، يعني يصير في زي ايش، يبدلون بين الموظفين وزي كذا، ما ادري شلون، ما ادري شو الفكره، بس الحين بنشوف ناس يطلعون في الغالب. هل ابدا المحارش بنفسي؟ بسم الله. اخويا تكفون وخروا، ما ينقص دمه. ايوه هيت شوت نقصه، شفتوه خوي اللي جاء سو بلوك. اوكي الحمد لله اكثرهم اسهم، قدرت اجلدهم الاسهم. يا القوي الكلب. ايوه
خرب ليس معضل بطقه واخره والله ما اقدر اطلق. يا عيال فكوه. آه بالغلط ولد طق. والله طر النور. خسرنا ناس يا عيال والله خسرنا ناس. تعال ما عاد اعطوني كتب هذول ايش فيه. طيب هذا المعسكر قربنا منه ف نقول ان شاء الله يعني نقدر عليهم. كيف دمهم كويس ان شاء الله. والله يا عيال اصبروا اصبروا تدرون انتوا وقفوا هنا لا حد يجي لا حد يجي خلكم هنا انا بجيبهم لكم زين عشان ما حد يتدخل. يعني بحاول على الاقل اقتل كذا واحد بالاسهم قبل ما يجون. اوكي لعلهم كلهم اسهم. هذا قوي. ايوه اي الكلب اي الكلب. اوكي شلتهم واخر انت اياه. طقوا طق يا عيال يا رنورن. اوه ارجعوا ارجعوا. وش ذول اللي جو من ورا؟ بس خلنا نتخلص منهم انا يا عيال. تعال انا قوي لحالي ايش في؟ جلدتهم جلد والله جلدتهم جلد والله جلدتهم جلد. يو هذا الغدارة من ورا يا عيال. انهبوا المنطقة يلا انهبوها انهبوا اللي ورا ذوليك. طيب باقي باقي هنا وهنا زي مستعمرتين. والله ان درعمنا على ايش في اللي قدامي ايش في قدامي. قطاع طرق ايش قاعدين يسوون؟ تهاوشون مع احد؟ قولي ليه كلهم جوني. اوكي بطيئين حالاته لانه ثقيلين مره من كثر الدروع من كثر الدروع والاسلحه. يلا انقل انت. واللي هناك وش يبي؟ ما ادري ما اظن توصل له. والله وصلت له لعلي سحبت ناس وراه. والله يا عيال ان الاسهم شيء قوي بس موت. شوف 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 خوي اللي جايب من ورا. بسم الله. ايه لازم هيتشات شوف ما يموت. درع قوي الكلب. يلا 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 وخرب ليش ما جتك. يلا انقلعوا. تعال اذا مو قوه انا ما افهم. والله اني قوي قاعد استخدم. ايوه ولا واحد ابيه يقرع بالقهر. قاعد استخدم الاسهم او هي الاسهم القويه هذه ما ادري وش اسمها. اصبروا برونز هي اسهم برونزيه اقلع بالقوه. ايوه شوف هنا في بيت. وش ذا؟ والله المكان فخم مره. شوفوا شوف كميه اللوت اللي هنا. هذا ايش فيه هذا؟ ميت اوكي الله يرحمه. في قطاع طرق هنا طلعوا. كم بقى احنا بقى؟ والله لسه عددنا حلو 10 تقريبا مره كويسين. ابعت من الحركه هذه اني انا بهجم وبخليهم وراي عشان ايش؟ عشان احتياطا ما يموتون، واذا توهقت يفزعون لي. هنا المنطقة دي مستحيل اقدر اسوي شيء انا لاني ما اشوف. ايش هذا على اليمين؟ قطاع طرق، يا ريل. وينه؟ يا عيال في واحد يطلق علي ما ادري وينه. هنا قدامي. اوه نو هجموا من كل الجهات. تكفون لا. ما اشوف ما اشوف ما اشوف. طقوه تكفون طقوه تكفون لا حد يموت. عمري ما حد منهم نقص دمه حلو. والله درعي فك ازمة. طقوهم! جدوه! في واحدة انطقت. يا سلام! والله مدرع الكلب. أنا هنا ما أشوف شيء حرفياً. ما في كتاب اللي أبيه يا ليل. هذا قطاع طرق جاييني. والله اني قاعد اجلد فيهم بالظلام ما اشوف. اشوف خط احمر اطلق عليه. جلدتهم حلو. في جروب ثاني جايني. تعالوا تعالوا ما اشوفكم بس تعالوا. انت هذا المدرع حمار يا عيال. دلخ دلخ مره بطيء. اوكي مات هذا. اوه طقوه طقوه طقوه. خليني اتفاهم مع عقل اسهم. وقف. يوه طلعت الشمس اخيرا اخيرا طلعت الشمس.
يا ابوي موت وجع والله قوي الكلب يا عيال، شوفوا درعه مره قوي، لازم هيد شوت، شال لي واحد والله. ايوه وش تبون انتو؟ واخروا هذا ضعاف شوي. يا والله مو منطق المكان هذا، كمية الشغب اللي فيه. ولو لبليس هذا ايش عنده؟ هذا عنده أحلى شيء إنه كله ليفل واحد، يا سلام. يا عيال عندهم والله كتب مرة كويسة. دقيقة دقيقة، أنا لازم أضبطها من الحين. تعالوا، مين فيكم ضعيف؟ سمات القوة هذا لازم نعطيه. Only one book can be read at a time. الظاهر عشان ميت هو، الظاهر إنه ميت، عشان كذا ما أقدر أعطيه كتاب. أوكي هذا عنده يحتاج القوة. عطيته اوكي، مع انه يا اخي الحين ما اقدر اشيل السيف لسه، ضعيف يعتبر حتى هذا ما تقدر تشيل السيف للاسف. والله بعطيهم كتب كلها اللي معي، خلهم يقرونها. اقعد شايلها ليه؟ هذا شيء، هذا شيء رايح. اوه قدروا فيني الناس وانا قاعد اظبط هذاك نحاش ليش؟ طيب طبعا مشينا. انا وزعت كتب مره كثير، باقي شيء هنا ما خذيته. عطني هذه الكتب للمستقبل. يلا مشينا، باقي لي الان يطلع السلامه. والله في جثث مره كثير. طيب مشينا، باقي لنا اخر قريه، هي اخر قريه اللي باقيه. باقي لا باقي قريتين، باقي واحده هنا واحده وراها. تعال غاره قادمه لا تكفون، حساس هنا بيموتون اخوياي. والله معليش ما في احد في القريه، شو اسوي لهم؟ طيب اللي هنا خلني بقول لاخوياي اقعدوا ورا هنا وانا ابغدر. بسم الله. يعني تم التخلص. أحا لا البو قوي، البو قوي صراحة، البو قوي يا عيال، البو مرة أوبي مرة. ما راح ألوت الصناديق اللي هنا لأن ما عندي مكان، بيطيحون. اصبر ليش ما تم التحرير؟ افا ادعاء، ايوه حررتها الحين، ليش كان لازم اضغط؟ ما ادري، بس الزبده في برضو ناس هنا جايين، وخروا عنهم. تعالوا وين المكان الثاني؟ هنا ورا مع الطريق اللي جم معهم من هنا. هذول اخر قريه باقيه، بس مع ذلك الظاهر لسه بيكون في قطاع طرق مليانين في الجزيره. بس ايش؟ تم اكتساح المستنقع، يقعبوا القوة. طيب في باقي اللي هناك، بحاول اني اسحبهم هنا في الموية عشان يصيرون بطيئين واطلق عليهم. كيف بالله الخطة؟ بسم الله. اوكي كلهم معهم بو، والله يقلع بيس، هذا اللي ما حسبت حسابه. ايوه اللي بعده يا عيال، حق الاسهم غثيثين كذا شعوركم لما اطلق عليكم انا. بسم الله، هذه هيد شوت، هذه هيد شوت يا عيال. خلاص استولينا على كل المدن اللي هنا. هذا ليه؟ هذا شلون ما استولينا عليه؟ هذاك من اول غريبة يا عيال. هذا معسكر جديد، معسكر قطاع طرق جديد هذا، هذا عند الفاست ترابل حقي، ما كان موجود قبل. بعذره فجأة رسبا، لا استهبال، يرسبنون لي معسكرات كذا كل شوي. يا ليل، هذا وش يبون ذول؟ تراكم جحلط والله، المفروض سهم واحد يخرقهم مع بعض. عرفتهم كذا ما هم ضعاف. اعطاني كف. طيب بقول لهم على ما اروح انا اجلد هذوليك، بخليهم يبنون لي هنا حق الطحالب والرمل، خليهم يبنون لي فيها البيت وحق تجميع، صح؟ بقولهم يبنون لي اياها، ما ادري عاد كيف بيشتغلونها، بس شوفوا والله سكنوا هنا احا، كانهم توم بانينها،
والله كانهم توم بنينها اثر مديهم يسوون كذا. ديم والله لقد تمت مداهمتك، خلاص خسرنا غرضين، بالعافيه عليكم تتهنون. الزبده الطريق هنا ديد اند، ما يمديني اروح. والله جلدوا اللي في البيت قاعدين، خلكم رايحين للبيت قاعدين، ما حد جاي يفزع لي. ما ماتوا المشكله، بس رقوني وراحوا. خلاص درينا تمام مداهمتي، خلاص الزبده ندخلكم مره هنا، لا حد يتدخل، انا بخلص القريه هذه. اوف هذه والله مليانه ناس. شوفوا الحين مستنقعات ما فيها ولا معسكر، كان فجاه بيرسبن لي واحد، هذه مصيبه. ليتني ما سرقت، ما عندي مكان. والله شوفوا حتى قفلوا لي الطريق، تصدقون انهم فجاه يرسبنون معسكر؟ يعني المعسكرات يتم اعاده بنائها كذا بنفس عشوائيه تنبني. ديم والله والله حلوه الحركه انها ما تخلص، فهمتوا؟ خلاص هذه المنطقه الحين اللي احنا حاطين فيها فاست ترافل. في عندي هنا طحالب، هنا رمل، اتوقع هذه او التربه. معسكر قطاع طرق كبير والله، جل هنا خطر ابني. مشكله حتى هنا خطر ابني عند، تدرون ابني هناك، ابني هنا التربه، شو اسوي بعد؟ والله احسن مكان الظاهر. شوفين هنا المنطقه المستويه مالي اللي هي هذا التراب، وهنا في قصب نهر. الطحالب شوي بعيده بس عادي يمشي شوي، صح عادي نبنيها هنا في الساحه دي. تعال يلا نبي طبعا السلامه مستوى اول. جامع الطين الظاهر هو اللي يجمع لي تراب. او شيء عطنا بيت، خيمه سكنيه عاديه حطها هنا. ايوه احضر الموارد يلا. طيب غير الخيمه السكنيه نبي جامع الطين. تستخدم جمع الطين باستخدام مجرى الموارد، هذا يجمع لي طين ويجمع لي تراب اذا ما خاب ظني. فبرضه بنحطها هنا في المنطقه ذي، حنحطها هنا برضه. نبي ستورج. طيب الان هنا المنطقه هذه شو اسمها، خلينا نشوف. مبنى هذا خيمه سكنيه واحد، فنجي عند هنا المباني خيمه سكنيه واحد، بخليها تبع انشاء، بقول مستنقع. هذه مملكه المستنقع بنخليها. زين الحين اللي في المستنقع هذه المفروض نخلي هذول كلهم سكانها عشان يشتغلون بس فيها الحين. فبنقول تبديل، خليكم مستنقع مشردين لين تخلصون شغل. عشان ايش يشتغلون؟ عشان بشيل منهم الرفيق، تدرون بخلي بس اربعه، الباقيين بقولهم يلا انقلعوا، الباقيين بيرجعون للبيت. هذول المفروض الحين يشتغلون في هنا، يبنون لي هذه. نبي برضو نبني الجامع اللي يجمع لي عشان يجيبون لي طحالب وقصب النهر. معسكر بحث عن الطعام هو الظاهر، ولا نبتات المحيطه في المنطقه. يا سلام، ممكن هنا في هنا طحالب، تشوفون هذه هي. بس هنا برضو ممكن في القى، فخليني ارجع ادور قبل ما ابنيها. شوفوا قاعدين يبنون، يا حليلهم والله يا حليلهم. لو القى لي طحالب هنا في المنطقه ذي والله حلو مره صراحه. للاسف الشديد ما فيه، يب ما فيه. صدقون هنا في النص في تراب وفي طحالب في النص هنا، ابنيها هنا في النص، وفي قصب نهر خليها هنا في النص. هنا مكان المستوطنة الأولى اللي كسرناها. والله ترى ابدا مش بطالة الفكرة. اي والله ساحة حلوة بعد. تعالوا تعالوا يا عيال كنسلوا هذا، ما عاد نبيه ما عاد نبيه. وقفوا 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 هذا، وقفوا هذا ووقفوا هذا. تعالوا هنا بنبنيها. اوكي حطيناهم هنا، صار ظلام الحين ما يمديكم تشوفون. بس المفروض ان هذول الحين يجون يشتغلون هنا، ما ادري المفروض انهم جايين. خلني برجع مكانهم انا، بكسر المباني اللي حطيناها خلاص ما نبيها. تعال عطنا التفكيك، خلاص المباني هذه كنسلنا ابوها ما عاد نبيها. سوري ادري انكم اني شغلتكم بس ما عليه، اعوضكم في المستقبل ان شاء الله. يا سلام يا سلام. يا عيال واحد نام في وسط المويه، يا قلبي قم قم قم، لا تنام هنا قم. راقدين يا عيال في المويه حول. طيب للاسف ما اتوقع ان في المنطقه هذه راح اقدر ابني علامه سفر، لانه ما في شارع، لازم شارع. يا للاسف ما يمدينا نبني. طبعا اللي انا عندي اللي بنيه يعني مو بعيد، يعتبر مكانه كويس يعني حليو، تجي مع هنا كذا سهل. لهذا عندي 7000 نقطه، متخيلين؟ والله اقدر اجيب ناس كثيره الحين. حلو حلو. طيب مشينا للبيت، خلينا نرقد والصباح ان شاء الله رباح. تعال تعال ارقد ارقد، لازم ارجع الحين اروح اشوف قريتي الجديده المستنقع وش بيصير عليها. وبرضه يبغالي اجيب ناس تصدقون، بس مو الحين، بحتفظ فيها هذه لين اسوي ريسيرش كذا، اتوهق اقول والله ناقصني مثلا صاحب حانه، ناقصني حداد، مدري وشو.
وقتها اجيبها. تعال الحين بسم الله خلينا نرجع لهذوليك نشوف ايش صار على شغلهم. يصح خلني افضي شنطتي. اوكي شينا بسم الله. ايوه قاعدين رايحين لها. حلو حلو حلو. لا يا شيخ شكلك كرشت اللعبه يا عيال. لا تكفى. لا بالله مسوي فاست ترابل. لا يا شيخ المشكله ما ادري متى اخر مره سوى سيف. يو يا عيال تخيل كل شغلي راح. لا تكفى ارجوك يا عيال. ابشركم ابشركم رجع لي التخزين هنا الحمد لله على الحمد لله. حتى بعد ما نزلت الاغراض يا زين الحمد لله سوى سيف. اي والله الحمد لله. طيب الحين اقدر اسافر لهم وانا مرتاح. تعالوا يا كلاب تعالوا اشتغلوا رسبا المعسكر. المعسكر اللي هنا في النص ايش فيه؟ ليش رسبا ذا؟ يلي شو هذا مستقعد لي كل شيء طالعين لي يا خلي العالم يشتغلون. طيب خليني بسطرهم بس كذا على الدزه وبروح اشوف اخويا ايش صار عليهم. طيب يا عيال طولتوا تتمشون ايش في؟ هذه الطحالب شوفونها هنا دايم. وش اول شيء نبنيه؟ اتوقع اول شيء لازم ابنيه المخزن. مخزون يب. هو اللي بركز لا 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 تكسره. هو اللي بركز عليه لان يا طعم السلامه ابغى ارسل لهم اكل من بدري. خلاص يصير يجيهم اكل من بدري. نحتاج كتان. ليتني جايب معي مليان في بيتنا عاد بروح اجيب بعد شوي بس خلني الحين اكمل الاشياء الناقصه. طيب لا بسوي فاست ترافل بجيب كتان. وش نقصهم هنا؟ هنا بس كتان 5 هنا كتان 12 يعني 17 هنا كتان 6 يعني 3 وما ادري 25 خلينا نقول يلا وانا ما ادري. وهذا يبغى برضه كتان 8 بجيب 35 40 حبه اتوقع مناسبه وكافيه. يا اتوقع تكون كافيه. طبعا الهدف من الكتان ان الظهر يستخدمونه كحبل. ايوه يا شوف كم عندي كتان. جيب يا ابوي. والله اخذته كله ما ادري كم خذيت بس اني خذيت مره كثير. المفروض انه تكفيني يا عيال. نقول ان شاء الله نتكفي. تعال تعال مشينا بس. اوه تكفي واجد الا شو دعوه. عندي في البيت حدود 700 كتان. والله مزارع الكتان يعني مؤديه دورها. البيوت هنا قاموا يبنونها الحمد لله. ينقصهم فقط الان الكتان وتكتمل القريه هذه. تعال خلينا نبدا اول شيء بهذا. حط 5 حبات كتان هنا في المخزون. يلا ابنوا لي اياه. وهنا كتان يا سلام. باقي الجذع خلاص باقي عليكم. وهذا بس باقي له كتان البيت. يا سلام والله نايس يا عيال. والله ما قصرنا. بني لهم كل شيء تقريبا خلاص. خلني اكمل هذا. يلا اجحدوها بعد قولوا لي ما بنيت. اجحدوها اخبركم تجحدون كل شيء سويت تجحدونه. يلا يا سلام سلم. سوينا المخزون حق المستنقع يا عيال. تعال خلينا نعطيهم اكل كلوا كلوا من سبق لبق. ها الخيمه السكنيه بالظاهر برضو اقدر اخلصها. ناقصها شيء. دن يا عيال كم تشيل؟ تشيل 4 مواطنين. هم اصلا عددهم 4 ففي الغالب بنقصهم يمكن اخليهم 2 أو 3 يمكن 2 بعد 2 يكفون. واحد يجمع تراب واحد يجمع طين مع او تراب طحالب وقصب نهر زي كذا يعني زبده انه يكفي. تراب وقصب هي 3 موارد اصلا فشخصين يكفون في الغالب. والله نايس حلو 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 مره. وهذه حقت خوي خلني اخذها. وهذه برضه حقت خوي خلني اشيلها عنه. هذا ما ادري ايش كسرها وتركها ما عنده شنطه الظاهر. الحين حسان لو انك معطيه كيس النبات ما ادري وش ذا كان قدر يشيل. المعسكر بحث عن الطعام. بقول اول شيء نبي قصب نهر 1,000,000 60 حبة خلينا نقول في اليوم. وطحالب 60 حبة. الطحالب ترى الحين ما لهم فايدة حرفيا ما استفيد منه شيء بس اشتغلوا ليه لا. يمكن احتمال كبير ما يلقون اكل تصدقون اضطر اني اجيب لهم اكل. اتوقع المنطقة هذه ناقصها اكل وزي كذا بس بحط لهم يعني ان يجمعون اذا قدروا يلقون كويس. غارة قادمة نحاس يا حبيبي بيروحون ايش للنحاس. حرام عليكم ما في الا واحد تاكي. طيب عندنا برضو معسكر هذا حق يحتاج تربه. تعال جمع لي اللي تقدر عليه مره فلل. ناقصه طبعا مجرف فلازم نجيب له مجرف احنا. خلاص حرفيا الحين مستعمرة هذه كامله متكامله. ابشيل من عندها 2 برجعهم لمستوطنتي خلاص ابغاها عندي في المدينه الاساسيه. فبقول تبديل روح الحساس هنا خلاص انت ما قصرت. وانت يا طعم السلامه خليها. صدقون هذه ابو كلب ما ابغاها عندي في الحساس هنا خلوها هنا. يخلي خليك هنا. مين رجع حتى انت ابو كلب. القوه 3 3 هذا كويس هذا
شوف حتى جاب يا عمري هذه رهيبة، عنده دروع أمورها زينة فبرجعها معي. أيوة تعالي يلا عند الحساسنة يا عمري بسلامة إن شاء الله، وراكم طريق طويل أنا عندي فاست ترافل استاذنكم. يعني شوفوا الرأس بينهم من جديد، معسكر قطاع طرق هنا وهنا. يا حبيبي زبد أنا بهرب قبل ما يقفلون علي فاست ترافل. هنا أبى أقول لهم يبنون لي وينك 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 مخزون زيادة. قامت تتفلل المخزونات مدري مخازين اللي هو والله تفللت عندي مرة. طيب عطني هذا برسل بحطه هناك عند المستنقعات، وبروح عند النحاس وعند الحديد. ليش الحين بوريكم. طب هذا تحسوني بروح افزع؟ لا يخسي خله ينطق خله والله بيدهمونه بيطقونه طق. شوف يا حبيبي هذا ايش مش عيبه، عيبه ان لما تجي ادوات يستخدمها تنكسر، ولما تنكسر يحطها هنا مكسورة. شوفوا عنده كم معول، 10 مكسورات. فهذه شو سوي فيها؟ أحطها عندي في البيت بدل ما يصنعون جديدة يصلحون هاري، يعني يوفر لي شوية موارد، مو ذاك التوفير بس يوفر لي يعني. وبرضو عندي الحديد برضو في الغالب نفس الشيء، فخنروح نساعده أو نأخذ من عنده. أوه والله مكان حلو الزبدة هنا، الشقق الذابلة تجرون. خلاص هذه كل اللي بحطها عندي في البيت يصلحونها لي. يبغالي احمل مود يوسع لي الستورج اكثر من كذا، لان انا الحين حاطه يوصل لي 2000 من كم، من 400 كان، فممكن اخلي اكثر بعد عشان خلاص بدل ما ابني ستورجات واجد من هنا على طول ازيده وبس. على العموم هذه كلها صلحوا لي اياها الله يهينكم. يلا هنا الظاهر حاطين اي والله حاطين محراث كنا سلاح تستهبلون. تمت ايش 74 غرض سرقوا وجع والله انهبوه. ما دافع ترى خلاهم يسرقون عامل شفا. والله ذا قوي حرام، هذا حاطه هناك. تعال 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 تستهبل، هذا حرام يقعد لي هناك. ليش مشرد ما عنده بيت؟ انا ما بنيت لك ما بنيت له بيت، في خيمه سكنيه ما بنت ولا كسروها كسروها. الزبده بجيبه عندي الحساسين، هذا رهيب والله قوي يستفيد منه هنا. هذا مثلا الخايس باتريك هوب قوة مدري كم، انقلع انت راح اشتغل هناك، راح النحاس. طيب وش السالفة؟ صار على البيوت نحاس احا هو يا انهم كسروه يا ان ذا يحتاج لوج واحدة كتان وخشب. ايزي ايزي دقيقة قبل ما اصلحها اقدر اروح مستنقع، اقدر اروح كويس لاني ابي اسلم لهم المجرف صح، وبشيك اذا جمعوا لي اكل ولا لا. هذا وشو؟ عصا طحالب، هذا ما ياكلون الطحالب طبعا. حتى لو جاء يوم نقدر الظاهر نبني حق سمك، الظاهر نقدر نحطه هنا، معني ما ادري اذا فيه حق صيد سمك ولا لا، بس لو في الظاهر نقدر نبنيه هنا. تعال يا حبيبي خلنا نحط لك الاداه معول تفضل عشان تجمع لي رمل. وبرضه خلنا نشيك هنا وش جمعوا لي. جمعوا لي توت، جمعوا لي توت بري. اول شيء دقيقه ترى قله ادب، كأنك ما جبتوا لي جابوا طحالب 61 الا كويس. فطر ما في في المنطقه هذه، بس في توت بري وفيه توت عادي، فبقول كل يوم جمعوا لي 5 او تعبوا لي 5 يعني على الاقل. زين اعاده تعبئه انه يعبونا اول باول. فصار عندنا الحين حلو، جابوا لي هذه الاربع اشياء، 10 توت بري 10 توت عادي طحالب وقصب نهر، كلها مفروض محاطينها هنا في الاستريج. والله المستنقع شغال 100% حرفيا، خلاص كامل القريه ذي. والله حلوه يا اخي، مره عجبتني والله، مره عجبتني، احس اني ودي اسكن فيها. اسحب على ذوليك خلاص. لازم ارجع البيت عشان نام ونشوف بكره التسليمات ايش راح يسلمون وزي كذا. الليل يبدو لي في ناس عند الفاست ترافل ما يمديني اسافر. اخ تحبون اسطركم، ترى في مود يشيل لي علامه الاكس، اقدر اسوي فاست ترافل حتى لو في ناس. شكلي بضيفه لانه يعني غثه شوي. شيكم انحشتوا؟ ليه؟ خلونا نكمل اطقكم. فجاه هون والله يعطوني سمعه مره كويس. والله العظيم ما اقول لا صراحه، انا مبسوط جمعنا 7000 الحين اقدر اجيب موظفين بالهبل. المهم صدق يا عيال لازم اعترف لكم شيء، بعد المودات اللي اضفناها صارت بزياده سهله اللعبه. يعني ترى انتم اللي طلبتم مني، مو انا اللي قلت بحط مود. انتم في الكومنتات مودات حط مودات، حطيت. اشوفها صارت سهله بزياده، لكن مبسوط صراحه انا راضي لان قاعد انجز في اللعبه مره. ولا من متوقع اني بكتسح المستنقعات كذا؟ اول ما في امل الحين اقدر.
ومكان المستوطنة مرة رهيب لأن ما يجيها أي قطاع طرق، ما حد يقدر يقطعها من هنا ولا حد يقدر يقطعها من هنا، ما حد يجيها. بس أول كان فيها قاعدين يسمونه مسوين المعسكر هناك، يلا خلني برقد الزبدة أبشوف إذا وصلوا لي الطلبات ولا لا، تراب مدري إيش، ويوصلون لهم برضو معول أو مجرفة. يوم 69، حلو 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 حلو، بسم الله، تم تسليم طحالب قصب نهر، سريعة صراحة راحت بسرعة، بس الظاهر تم التسليم كامل. أيوة شوفوا، جابوا 66 قصب نهر بس 15 تربة، ما أدري إيش قليل، و 61 طحالب كاملة. الطحالب قصب نهر وصلوا لي كامل اللي كان عندهم في اللي جمعوا لي إياه، التربة مو كاملة. طيب النحاس، قصدي المستنقع نفسه، وصلوا لهم برضو مجرف واحد، شوف اكتمل واحد، والله حلو. الأكل قاعد يوصل لهم القرى الثانية، الأمور زينة. هذاك مفروض إني أساعده في البناء وسحبت عليه، خلني أروح أبني له بيت، مسكين هوملس. وين البيت حقك؟ مخيم التعدين هذا أهم شيء، يلا أبني ليه. والخيمة السكنية مفروض إنها جاهزة للبناء، يلا ها بنينا، أشتغل أشتغل يا بارك الله، لازم أعيد الأوامر. أحا يلا عطيت أوامر، الأمور زينة، خلاص بيشتغلوا الحين، مفروض مفروض انه يشتغل. لا تقول لي ما عنده، اي والله ما عنده ادوات الا، والله موجوده موجوده، معول بسيط. حلو اشتغل يا تسل. مجمع الماكس عشان كذا ما قاعد يشتغل، في ماكسيموم هنا خلاص. قريتي هنا حرفيا تشبعت، والله تشبعت من التخزين. شوفوا خلينا نتفرج، تعالوا. تربه عندي 38، بذور ما شاء الله كثير، بذور كتان كثير، بطاطس 140 بطاطس، بناطيل وهذا شوي قليلة، ماني حاط أوامر يبنون بنطلون هذا بس لسه ما خلصوا. توت مجفف، توت عادي ما شاء الله 120. ثوم من الزراعة جابوا لي 140. حبل بسيط هنا، حجر خام 200. حساء 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 قاعد يسووا لي حساء يا عيال، الظاهر هذا كله من اللوت اللي جمعته أنا. خام الحديد عندي 103، وخام القصدير 102، يعني خام ما بعد صاروه. سبائك حديدية 33، صاروا لي كثير. شوفوا كم ريشة سبائك، كلها مرة قليل عددها، الظاهر لأني أمرتهم يسوون لي سيوف وكذا، فعلى طول قاعد يستخدمونها أول بأول. شوفوا كم سيف، سيف في 7 سيوف عندي. طعام فاسد 240، وطحالب وصلت لي، صار عندي 74، نايس. طين موجود، طين حق البنا برضه موجود 5. فجل ما شاء الله 800، تو ماتش صراحة، تو ماتش. شوف القمح 1500 بعذرة، ستورج عندي مليان والله بعذرة، قنب 400، قدم كتب. شوف الكتب، كتب كتب كتب. طيب خلاص اتوقع خلصنا اليوم، وراح نوقف هنا ان شاء الله. عجبتكم الحلقة لازم تخلونا احط لايك، تكفون عجبكم المقطع، سلام.